السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شوف برنامج ليمون ار تي ده تبع شركة بنتلي عشان تعمل رندر للمشروع بتاعك. فأول حاجة بتظهر معايا بيقول لي اختار المشهد بتاعك، وبعد كده اقدر اسحب اي ملف اوبجكت واحط في قلب المشروع، او من فايل اقول له ان انا عايز اعمل امبورت لمشروع من المشروعات، وابدا اختار المكان بتاعه مثلا هنا، وبيديني اسهم بحيث ان انا اقدر احرك المبنى زي ما انا عايز، او اروح مثبته لو انا حابب ان انا اثبت الملف دوت، او ان انا اتحكم فيه في ان هو يبقى موجود مثلا في 00 مثلا بالشكل دوت وهكذا. بالشكل دوت من خلال الماوس اقدر اروح للمبنى، ورايت كليك اقدر اعمل اوربت لل الفيو بتاعي، وبرضو من خلال الاسهم اقدر اتحرك زي ما انا عايز، ومن خلال الاي بقدر اعمل اطلع لفوق. طيب المبنى ده عايز اخد فيه سيكشن، فهاجي هنا واقول له ان انا عايز اد جريبد بلان اللي هو السكشن، واقول له مثلا من فوق، فاقدر اعمل سكشن من فوق بالشكل ده. وممكن تبدأ تحرك الشكل بتاعك، وممكن تقول له لا ده انا عايز اغيره اخليه مثلا من تحت، او ممكن تقول له لا ده انا عايزه من الجنب بالشكل دوت. فتقدر تاخد سيكشن في قلب المبنى زي ما انت شايف.